مرحبا شباب، كيف حالكم؟ سعيد بلقائكم في هذه الحلقة الجديدة أينما كنتم، حياكم الله. في إطار إيصالكم إلى درجة عالية من الاحتراف ليس في مجال المعلوميات وإنما في مجال الإلكترونيات، فقد وضعت دروس سابقة وشروحات حول مركبات مهمة في الدار الكهربائية، فوضعت شرح حول الكوندس الدور أو المكتفة وشرح حول الديود أو الصمام الكهربائي. اليوم حان دور مركب آخر مهم في الدار الكهربائية، ألا وهو الفيوز أو الفيزيبل أو الصهيرة. نعم، هذا المركب المهم جدا سوف نضع شرح تفصيلي حوله في هذه الحلقة. بالنسبة للمركبات السابقة التي قمنا بشرحها تجدونها روابط أسفل الفيديو لحلقتها. المهم حتى لا أضيع وقتكم الثمين، لدي هنا مجموعة من الفيزيبلات أو الفيوز. فدور هذا الفيوز هو اصلا عباره عن مركب سلكي يحترق عند مرور تيار كبير اكبر من الحد المسموح او عند حدود شورت سيركوي او دائره قصيره، فان هذا الفيوز يحترق لحمايه الدوائر الكهربائيه. كما ترون يا شباب، هذه نماذج لبعض انواع الفيزيبلات الشهيره. مثلا هذين النوعين يتواجدان بكثره في السيارات. نعم، وكذلك هذه الانواع، لاحظوا معي، فالعديد منكم ربما قد رآها من قبل، وهذا هو القيمة بالأمبير لكل فيزيبل. نعم، هل معي؟ هذه بعض الأنواع. ويبقى النوع المشهور الموجود في الأجهزة المنزلية هو هذا، لاحظوا معي كيف هو شكله، فهو شكله مألوف بالنسبة لكم كما ترون في الصورة. وهناك بعض الأنواع الدقيقة والصغيرة جدا الموجودة في الدارات الصغيرة كما ترون في هذه الصورة أمامكم. المهم، هذه هي بعض الأنواع المشهورة. إذن كما ترون يا شباب، فأمامكم الآن واحد من أشهر أنواع الفيوز أو الفيزيبل أو الصهيرة المتواجد في الأجهزة الإلكترونية المنزلية. نعم، فكما ترون هنالك هذا الهيكل الزجاجي فدوره فقط الحماية، وهذه الهياكل المعدنية فقط هي عبارة عن موصلة. فيبقى الأهم هو هذا السلك الموجود في الداخل والذي ينصهر أو يحترق عند مرور تيار عالي جدا فيه على حسب شدة كل فيزيبل. نعم، لكي تفهموا أكثر يا إخواني، لدينا دارة كهربائية بسيطة جدا مكونة من فيزيبل وكذلك مكونة من مصباح وقابس أو مصدر للتيار الكهربائي. نعم، مثلا لنفترض أن هذا المصباح يشتغل ب 220 فولت وهذا القابس يصدر تيار 220 فولت، كذلك نفس الشيء بالنسبة لهذا الفيزيبل، فهو أيضا قادر على تمرير طاقة 220 فولت لا أكثر. في حالة حدوث ارتجاج في التيار الكهربائي أو زيادة مفاجئة في التيار الكهربائي، فإن ما سيحدث هو أن هذا الفيزيبل سوف يحترق وسوف يقوم بحماية المصباح أو أي جهاز كان مرتبطا مع التيار الكهربائي. فكما سبق وأخبرتكم بأن للفيزيبلات أشكال عديدة ومتنوعة، إلى أنها غالبا ما تؤدي نفس الدور. نعم، وكما أن لها أشكال عديدة إلى أيضا لها قيم وفولتية مختلفة، فلا يمكن مثلا وضع فيزيبل 12 فولت مثل هذا في دارة كهربائية 220 فولت، فهذا الفيزيبل لن يؤدي الدور الخاص به. نعم، فهذا المركب يجب وضعه في دارة مناسبة. وكما تعلمون فهذه الفيزيبلات دائما لها نفس المبدأ، حيث تحتوي على سلك فيليزي دقيق جدا بالداخل هو الذي يحترق عند وقوع شورت سيركوي أو عند زيادة مفاجئة في التيار الكهربائي. كما أن بعض دارات الأجهزة الصغيرة جدا مثل دارات الهاتف النقال فهي أيضا تحتوي على فيزيبل مثل هذا، صغير جدا أصغر من حبة القمح، غالبا ما يكتب فوقه حرف F صغير وأمامه الأمبيراج الخاص بمثلا F15 يعني 15 أمبير. نعم، للأسف متابعي الأفاضل، حلقتنا شرفت على الانتهاء. أضرب لكم موعد إن شاء الله في حلقة مقبلة ودرس جديد إن شاء الله، ومن فضلكم فنحن بحاجة ماسة إلى دعمكم من أجل المزيد من العطاء، فمن فضلكم لا تبخلوا علينا بالاشتراكات واللايكات، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة.